بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة S1 SVTU S2. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نتطرقوا للموديول دو شيمي أورغانيك S2. نبداو إن شاء الله دابا بلو شابيتر 1 لا ستركتور موليكولير دي كومبوزي أورغانيك اي نومنكلاتور. دونك في هاد البداية غادي ندير واحد كيلكو رابيل، يعني شي حاجة اللي ديجا شفناها في S1، لا بروبريتي دو لاتوم دو كربون. يعني غادي نهضروا على لا كونفيغوراسيون الكترونيك، غادي نهضروا على لا فالونس، غادي نهضروا على شي حاجة ديال ليطا اكسيتي، غادي نهضروا على شي حاجة ديال لي ليزون، كيفاش كيدير لي ليزون ديالو وداكشي. يعني واحد كيلكو رابيل، يعني شي حاجة اللي بسيطة اللي ديجا قريناها شفناها في S1. دونك لاتوم دو كربون هنايا في الشيمي اورغانيك. دونك لي زاتوم اللي كنهضروا عليهم بزاف، واللي كيكونوا بزاف في واحد في اون موليكول باغ اكزومبل، ديما تلقاو الكربون، الهيدروجين، الاكسجين. يعني الاكسجين ماشي ديما، ولكن اللي جينيرالمون بزاف كنلقاه الكربون والهيدروجين بزاف. يعني كنقولوا علاش نسميوها الشيمياء اورغانيك، يعني الكيمياء العضويه. وحنا كما كنا شفنا في سميتو السنه الثالثه اعدادي، يعني المواد العضويه او لا فاش نقول واحد الجزيئه عضويه كتكون من الكربون والهيدروجين، يعني هذه معروفه. الوغ غنشوف لا بروبريتي دو لاتوم دو كربون. لو كربون قال لك ابور نيميرو اتوميك زاد اي تيغال 6. دونك هنا غادي نحاول نسرع شويه لانه هادشي ديجا شفناه. دونك لا كونفيغوراسيون الكترونيك كما عرفتو هي انيس 2 دو زيس 2 دو بي 2. دونك هادي لا كونفيغوراسيون الكترونيك. دونك لا فالونس ديالو هي تناخدو لا كوش اكسترن، دونك دو زيس 2 دو بي دو بي 2. مزيان. دونك هنايا كنشوفو لا بوزيسيون دو كربون دون لو تابلو دو مانديليف. لا بوزيسيون ديالو هي هادي كاين في سميتو. دونك كاين هنايا كما عقلتو هذا كيتسمى لي كولون، وهذا كيتسمى لي بيريود. دونك هاد لي زاتوم هنا كيتسموا لي زالكالا، كيتسموا لي زالكالا. كاين هنايا هنا كيتسموا لي زالوجين. لي زالوجين هما الفليور باغ اكزومبل، الكلور، البروم، اليود. هادو كيتسموا لي غاز غار اللي كاين هنايا. دونك الكربون ها البوزيسيون ديالو، ديال البوزيسيون ديالو. المهم ما عليناش. قالك اناتوم طون ا بيردر ا غانيي او ا بارتاجي دي زيلكترون بور افوار لا كونفيغوراسيون الكترونيك دي غاز نوبل لو بلو بروش. ديما كما شفتو بانه لي زاتوم يا اما يا اما بحال مثلا الكلور، الكلور ديما كيكتسب ان الكترون باش يولي ستاب، باش يولي يعني بلو بروش لي غاز نوبل، يعني كيكتسب ان الكترون. كما شفتو بحال الصوديوم ان اب ان ا ديما كيكون ان ا بلس باغ اكزومبل. ملي كنا شفنا لا كونفيغوراسيون الكترونيك كتلقاو انيس 2 دو زيس 2 دو بي شحال انيس 2 في لا حيت الازوت عنده 11. دونك انيس 2 دو زيس 2 يعني 4 دو بي 6 هي 4 انيس 1. يعني عنده الكترون واحد في لاكوش، يعني في لاكوش اكسترن ديالو. دونك هو كيفقد داك الالكترون باش يبقى. دونك داك الشيء كنرمزو ليه ان ا بلس. ما عليناش. دونك هذا الشيء ديجا شفناه. الوغ قال لك ايتون دوني لا بلاس دو لاتوم دو كربون دون لو طابلو بيريوديك الى اون تريبل توندونس ا دوني دي زيون. دونك الكربون ما يمكنش يعطي دي زيون نهائيا، يعني ما يكتسب ما يفقد. دونك هو يا مهني من هذه القضيه هذه. دونك كما هنا شفتو ها هي لاكوش اكسترن ديالو، قلنا راه عنده ان دو زيس دو دو بي دو، دونك تسمى لاكوش دو فالونس. الوغ بار كونسيكون لو كربون نو بو كو بارتاجي دي لي زيلكترون دو سا كوش دو فالونس افيك دوطخ. ما يمكنش يبارتاجي دي زيلكترون مع شي اتوم اخرى. هادشي اللي بغينا نفهمو هاد الجمله. Alors, le carbone, il peut lier avec beaucoup de molécules. Il peut y avoir des liaisons organiques. Par exemple, le carbone.
كربون هيدروجين لي زون كربون هيترو اتوم تيل كو لوكسيجين يعني ممكن ديال الكربون لا ليزون يديرها مع الاكسجين مع الازوت الفوسفور لو سوفر لي زالوجين لي زالوجين هما اللي شفنا دابا بحال الفلور الكلور البروم اللي تعقلوا عليه هادو كيتسموا لي زالوجين لانه هادي غتولي وكت غتحتاجوها في لا نومونكلاتور لي زالوجين ملي تشوف هادا كنقولوا واحد التسميه كتكون خاصه بهم تنشوفوها ان شاء الله. Donc, on a l'électronégativité, une forte tendance de former des liaisons covalentes. Donc, le carbone qui a la tendance qui est à faire les liaisons. On a fait le carbone qui a fait les liaisons. On a la valence de les liaisons qui ont fait les liaisons. On a fait les liaisons qui fait. Une liaison de covalence résulte de la mise en commun de deux électrons de la couche externe de deux atomes. Donc la liaison diallo qui partage deux électrons diallo de la couche externe parce qu'il y a la liaison diallo. Ces liaisons covalentes peuvent être de type les liaisons qui sont connues à la juste les liaisons qui sont imma sigma et imma pi qui sont deux liaisons sigma ou pi. Donc ها هي لا فالونس دو كربون دونك هادشي كندوز بالزربه لانه ديجا شفنا في اس 1 يعني باش غادي ندوز ان شاء الله ليبريداسيون هي اللي تري امبورطون دابا بزاف باش انكم تفهموا لان هي بحال نقولوا هي البدايه ديال الشيمي اورغانيك ديال اس 2 دونك لا فالونس دو كربون كيف ما عرفتوا قلنا ان اس 2 2 اس 2 2 بي 2 دونك كنشوفوا هنايا هاد الغاز هاد لا كاز جو ميكسكوز لا كاز عندها دو سبين plus un demi moins un demi donc on a 2s2 on a 2p2 donc la couche de pi a deux électrons armés donc deux spins. Gallique, les composés formés par le carbone à l'état de valence 2 sont instables car la règle de l'octet la règle de l'octet n'est pas respectée donc la couche périphérique est incomplète 6 électrons au lieu de 8 donc hinaya ila jma'na hna عندنا تيكونوا هنا جوج وهنا جوج وهنا جوج يعني 6 على هاد جوج هنايا هي 8 donc la couche externe ديالو la couche externe هنا هو هو هذا la couche externe يعني la valence elle a de 2 2s2 2p2 ولكن هنا هو ما كاملش يعني هنايا لا ريغل دو لوكتي خص يكون تنقولوا 8 باش يكون ستابل يعني ستابيليزاسيون ديالو خص يكون 8 دونك تنريسبكتو لا ريغل دو لوكتي ولكن هنا ما كايناش هاد لا ريغل هادي يعني يلا عندنا حنايا عنده جوج ربعة دونك اش غادي يدير هنايا دونك هنا غادي نفهمو بانه دون لي كومبوزي اورغانيك لو كربون فورم 4 ليزون La valence est 4. Donc, on a un carbone qui a 4 liaisons. Il a 4 liaisons. C'est un carbone vers le carbone. Alors, on a un carbone qui a 4 liaisons. On a un carbone qui a 4 liaisons. On a un double liaison. Ce qui est un carbone qui a l'atomistique. Double liaison. On a un double. On a un libre. On a un libre. Électron célibataire. هذا كيتسمى الكترون ماشي دوبلي ليبر المهم هنا كيتسمى هذا الكترون سيليباتير هذا الكترون سيليباتير وهذا دوبلي هادو دي الكترون سيليباتير يعني جوج دونك مثلا كنقولوا دوبلي ليبر هي هذيك دونك هنايا الا كنشوفوا في هاد لا ستريكتور هادي هنا كنشوفوا يلاه دو الكترون سيليباتير دونك الا عندي واحد الكربون باغ اكزومبل عندي انا كربون دونك راه يلاه في هاد الحاله هادي يلاه غيدير دو ليزون يعني هذا الكترون سيليباتير غيخصو واحد الكترون اخر يتلاصق معاه هذا حتى هو الكترون سيليباتير غيخصو واحد الكترون اخر يتلاصق معاه دونك يلاه غيفورمي ليا دو وكيفاش غيدير هاد الكاتر دونك باش يدير هاد ربعه لي ليزون هادو اش غيدير غينتقل لينا الكربون ليطا اكسيتي ليطا اكسيتي هي تنقولوا الحاله المشعه دونك اللي سمع ليطا اكسيتي صافي تقول الحاله المشعه كيفاش ليطا اكسيتي هو كيمشي لهاد لاكاز هادي 2s2 اش كيدير كيهز واحد الالكترون هنا كيتهز واحد الالكترون وكيجي كيعمر ليا هادي كيجي لهنا هادي اللي بقات خاويه دونك كيتهز من هنايا كيجي لهنا كتولي ليطا اكسيتي اللي هي هادي ها هي ليطا فوندامونتال هي هادي
دونك اش كيدير؟ ها هو هذا البيض الاحمر كيهزو وكيجي لهنا، كيولي في ليطا اكسيتي. دونك الا حسبتو معايا غيولي واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك هنايا غيولي الكربون إلي بوسيبل بور فيغ كاتخ ليزون، غيولي عنده الإمكانية باش أنه يدير أربعة لي ليزون، اللي هي الأولى الثانية الثالثة الرابعة. دونك قالك بور إكسبليكي سوسي، يعني قلنا الكربون كيدير لنا كاتخ ليزون. بور إكسبليكي سوسي أون أنتخودوي ليبوتيز دان ليطا إكسيتي، درنا الفرضية ديال ليطا إكسيتي، يعني غادي نهزو هذا ويجي لهنايا. سي لا ميغراسيون دان الكترون، يعني هجرة ديال واحد الالكترون دو زيس، واحد الالكترون هذا هو اللي بالاحمر، فيغ لا سو كوش دو بي. دونك هذا غيتميغرا، الميغراسيون يعني غيهاجر فين، غيمشي لهنايا، غينتقل لهنايا، وغيولي عندي اربعة لي الكترون كي سون سيليباتير. دونك هنايا غيولي عنده الحق يدير اي فورمي لينا اربعة لي ليزون، ها الاولى ها الثانية الثالثة الرابعة، مفهومة هادي؟ Alors, donc les trois liaisons NS de l'hydrogène et de pi du carbone font entre elles un angle de 90 degrés. Donc, il y a le carbone qui est donc le carbone qui est un K, par exemple. حاولوا تتبعوا معايا. دونك يكون كربون هكا، دونك يلصق فيه على الهيدروجين هنا، واحد الهيدروجين هنا، واحد الهيدروجين هنا، واحد الهيدروجين. دونك تكون اربعه لي زيدروجين دايرين به، اربعه لي زيدروجين دايرين به. باغ اكزومبل غنشوف واحد مثال مثلا، كاع انا ندير هنايا، غنديرو باغ اكزومبل سي اش 4 باغ اكزومبل، تشوفوها في لي زيماج، فوالا هاي بحال هذا. دونك ها هو كربون، دير اربعه لي ليزون، ها وحده ها جوج ها ثلاثه ها اربعه. دونك هنايا ها هو، دونك هادي كتكون 90 درجة، مثل هنا ب 90 دوغري، واضحة هادشي اللي كاين. دونك نرجع، ها هو نيت مثال سي اش 4. ليكزامان سبيكتروسكوبي دو لا موليكول سي اش 4 مونتخ لي 4 ليزون سون بارفيتمون ايدونتيك، هما لي 4 ليزون. لا موليكول اي بارفيتمون سيميتريك، سيميتريك سا فيدير كيكون عندنا محور ديال التماثل كيما شفتو. نرجع محور التماثل، يعني هنايا، يعني هذا محور التماثل، يعني هذه كتولي مماثله لهذه، او لا جينا من هنا لهنايا كندور كتولي هذه مماثله لهذه، يعني محور التماثل ما عليناش. La molécule est parfaitement symétrique, comme on a dit, محور التماثل avec une géométrie tétraédrique. Tétraédrique, oui. Et angle de valence de 129,28. احنا غنشوفو هادي 109.28، هي هادي غنوري لكم هنا، ها هي. دونك هادي هي تيترا ايدريك، يعني على شكل بحال هرم، على شكل هرم. دونك هاديك لا هاديك لا هاديك لونغ اللي شفتو، لونغ اللي شفتو هي هادي، يعني ما بين هاد الهيدروجين وهاد الهيدروجين كتكون عندنا 109 دوغري 28. دونك ما بين هادي وما بين هادي كتكون عندنا واحد لونغل ديال 109 28، عقلوا على بحال ما دروك تحطوا في ليكزامان. دونك لونغل ديال فاش نكونوا في الكربون، يعني في عنده اربعه لي ليزون، دونك كتكون لونغل ما بين هذه وما بين هذه 109 28. الوغ قال لك ليبوتيز دو ليتا اكسيتي نو بو با اكسبليكي لا جيومتري دو لا موليكول دو لا نيسوسيتي دو لا تيوري ديبريداسيون. هنايا قال لك سيدي بان هذوك لي طايكسيتي ما يمكنش تكسبليكي لنا لا جيومتري دو لا موليكول. دونك خاصنا واحد لا تيوري كتسمى لا تيوري ديبريداسيون. لا تيوري ديبريداسيون شنو هي ليبريداسيون؟ هي اون كومبينيزون لينيير دي زوربيتال اتوميك دو كربون بور دوني دي زوربيتال اتوميك هيبريد ايكيفالونت. دابا غادي ندخلو نشوفو شنو هي ليبريداسيون، غادي ندوز هنايا. الو غادي نشوفو ليبريداسيون، هذا حاولت ندير واحد الريزومي يعني ببساطة بزاف باش تفهمو شنو هي ليبريداسيون كلشي. غادي نمشي نكمل بهاد الكره هذا ان شاء الله. دونك هذا لا ستركتور موليكولار كومبوزي اورغانيك اي نوموكلاتور كيما شفنا قبيله. دونك ليبريداسيون اس بي 3، نشوفو ليبريداسيون اس بي 3 شنو هي ليبريداسيون اس بي 3. Avec l'hybridation sp3, il correspond à la combinaison d'une orbitale s et trois orbitales pi pour conduire à quatre orbitales hybrides nommées sp3. Tout simplement, la recette ma trouvons ma walu. Je n'ai sp3
هي كل عندي 4 ليزون، هذه المهم 4 ليزون سيغما بوان فينال، 4 ليزون سيغما. كيفاش 4 ليزون سيغما؟ سون دي ليزون سامبل، سون دي ليزون كي سون سامبل. كيفاش؟ ها هي ليزون، ها هي لا ليزون، ها هي لا ليزون، ها هي لا ليزون. دونك يكون عندنا 4 ليزون كي سون سامبل، دونك هذه كتسمى اس بي 3. دونك يعني شنو هي اس بي 3؟ كتكون عندي اون سول ليزون هكا، ماشي دوبلي ليزون. حنا غنشوفوا اس بي 2 اس بي غيبان لكم الفرق. هنا عندي اون سول ليزون، هنا عندي اون سول ليزون، هنا عندها اون سول ليزون، هنا. دونك هذه كتسمى اس بي 3. دونك كربون ملي كيكون لاصقين في دايرين بيه ربعات لي ليزون كي سون سامبل، سافو دير سون دي ليزون سيغما. دونك هاد لا ليزون دي كنسميوها ليزون سيغما، هادي كنسميوها ليزون سيغما، فاهمين؟ دونك لا جيومتري كنقلنا تيترا ادريك يعني على شكل هرم، اونغل اونتر دو ليزون هي 129. دونك هادي كتكون اكزومبل ديال لي زالكان، عقلو. دونك اكزومبل ديال لي زالكان، دونك هادي كتسمى لي زالكان، هادي مهمة، هادي كنسميوها لي زالكان. كلشي نوطي هادي، كلشي نوطي هادي، هادي تنوطا. دونك كنقولو لي زالكان، كان ابارتي لي زالكان. كيفاش هاد لي زالكان؟ كنعطيك باغ اكزومبل عدد، مثلا نقولك جوج، جوج. دونك كتعوض هاد ان هادي بداك جوج، هي سي دو اش دو فوا دو هي كاتر بلس دو هي سيس. دونك غتعطينا، غتعطينا هادي باغ اكزومبل الا شدينا هادي وكوبيناها نديرو ليها هكا، باغ اكزومبل هادي شتي ليا معليناش. دونك هادي غتولي هي، دونك الا قلنا غنديرو هادي هي دو، دونك هنا دو فوا دو هي كاتر بلس دو هي هي كاتر، دونك هي سيس. جوج فوا جوج دونك غتولي هي سي دو اش سيس، سي دو اش سيس. دونك كتسمى لي زال كان بحال هذا. هنايا شحال عندنا في ان؟ غتكون واحد، واحد. دونك غيكون هو السي، هو السي يعني سي ان بلا ما نكتبوه، دو فوا ان سي دو بلس دو هي هي كاتر. دونك غتولي عندنا هنا سي اش كاتر. دونك كنسميوه ميطان، كيتسمى ميطان. دونك يبقى لنا هاد البريفيكس هذا كيتسمى ان. دونك علاش نسميوها لي زال كان؟ لي زال كان ان، كنقولو ميطان، بوتان، بروبان، الهيكزان، ديما كيبقى عندنا هاد ان هذا. دونك دونك لي زال كان باش كنعرفوهم، لا فورمول ديالهم هي سي ان اش تو ان بلس دو. يعني ملي نشوف هاد لا، هاد لا فورمول هادي دونك كنعرفوها لي زال كان سي ان اش تو ان بلس دو. واضحة؟ مزيان. يعني إلا عطاوني مثلا واحد لا موليكول باغ اكزومبل، عطاوني واحد لا موليكول، غنشد غير هاد الكربون هذا مثلا، عطاو واحد الكربون مثلا، واحد لا موليكول داروا فيها باغ اكزومبل مثال، نجي مثلا عطاوني واحد لا موليكول سي 6 باغ اكزومبل اش مثلا اش 12 باغ اكزومبل اش 12. دونك غنشد هاد 6 ونعوضها هنا، هي جوج هي 6. دونك هنايا جوج في 6 هي 12 زائد جوج هي 14، وانا شحال عطاوني؟ عطاوني 12. دونك هادي ماشي من ماشي من لي زالكان، هادي هادي ماشي من لي زالكان، غتكون ابارتيان لشي حاجه اخرى حنا غنشوفوها. دونك هادي ماشي لي زالكان، فهمه؟ دونك غادي نسبريمي هادي. دونك باينه لي زالكان. غندوزو دابا لبريداسيون اس بي 2. دابا غيبان لكم الفرق ما بين هيبريداسيون اس بي و اس بي 2. قالك لا هيبريداسيون اس بي 2 هي لا كومبينيزون دون اوربيتال اس اي دو اوربيتال بي دي كربون كوندوي ا 3 اوربيتال هيبريدي اس بي 2. كيفاش؟ غير واحد الكربون، ها واحد الكربون، ها واحد الكربون، يا دو 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 كربون، ها هما كيكونوا ليي، عندهم واحد دوبلي، واحد دوبليزون هنايا، دوبليزون. حنا كما قلنا قبيله واحد القضيه باش نتفاهموا عليها، كما قلنا قبيله بانه لا فالونس ديال الكربون خاصها تكون عنده شحال؟ اربعه لي ليزون. مزيان، خاصو يكون عنده اربعه. غنشوف هذا الكربون هذا، هذا اللي حاط عليه دابا، هذا شحال من ليزون عنده؟ نحسبوا، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، وهذه هي اربعه. دونك هذا الكربون هذا راه دي لا ليزون محسوبه ديال هذا، دونك ها هما اربعه لي ليزون. دونك ها هو لا فالونس ديالو مكملها اربعه لي ليزون. غنجيو عند هذا،
هذا تاني شحال عنده؟ ها وحده، ها جوج، وهادو تا هما راه ديالو، يعني هذا وهذا راه مشاركين في هاد لا ليزون، يعني تا هذا واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، دونك مكمل تا هو لا فالونس ديالو، عنده أربعة لي ليزون. دونك هاد بحال هاد لا ستركتور كتسمى، هادي كتسمى هيبريداسيون اس بي 2. اس بي 2 كيفاش؟ كيكون عندنا ان كاربون دون ليطا ديبريداسيون اس بي 2، هي تكون 3 ليزون سيغما اي اون ليزون بي، 3 ليزون سيغما اي اون ليزون بي. غادي نشوفو شي مثال كاين هنايا يبان لكم، 3 ليزون الله تكون 3 ليزون، ها هي 3 ليزون، 3 ليزون سيغما، ها هو 3 ليزون سيغما وحده، ها جوج، ها وحده ليزون سيغما، ها جوج كتسمى، ها جوج هي هادي كتسمى ليزون سيغما، هادي ليزون سيغما وحده، ها جوج، ها وحده، ها جوج، ها وحده، ها جوج، وهادي هادي اللي هنا، هادي اللي حاطها هكا حتى هي كتسمى ليزون سيغما، هي ثلاثة، وهاد الفوقانية اللي بقات هنا كتسمى ليزون بي، كنسميوها لا ليزون بي، فاهمين؟ دونك هادي كتسمى اون ليزون بي. هادشي اللي في ليبريداسيون. دونك ليبريداسيون هو ان هاد الكربون كيكون داير دو ليزون، هادي هي ليبريداسيون اس بي 2، مفهومه؟ باينه هي اس بي 2، يعني هاد دو هادي دو ليزون، بوان فينال، باينه. لا جيومتري بلان كتسمى لا جيومتري بلان، هادي اونغل اونتر دو ليزون هي 120 120، دونك لا ليزون ما بين هادي وما بين هادي كتكون عندنا 120 درجه، ما بين هادي وهادي كتكون 120 درجه من هنا لهنا، 120 درجه. دونك هادي كنسميوهم سيدي لي زالسين، كيتسماو لي زالسين افيك او هاد او اكسون، لي زالسين. دونك لا فورمول ديالهم هي سي ان اش دو ان، تا هي كما قلنا قبيله. دونك اش كنديرو؟ كنعوضو تاني هاد الكربون هذا بجوج، دونك مثلا ما ماشي بجوج، يعني جوج، اربعة، ستة، ثمانية، ما عندناش السوق، دونك اي عدد عوضنا به. يا سي مثلا سي دو، سي دو غتكون هنايا اش 4، دو فوا ان هي اش 4 بحال هادي نيت. دونك هذا كيتسمى ليتيلان، ليتيلان بحال بحال قبيلة هنا ميطان، كاين سي دو، الا مثلا هذا رجعنا ليه قلنا درنا دو، دونك سي دو اش، يعني زدنا جوج جوج ربعة زائد واحد ستة، دونك غتعود سي دو اش ستة. دونك هذا كيتسمى الايطان، الميطان هو سي اش 4، الايطان سي سي دو اش 6، سي دو اش 6 هو الايطان. بحال دابا هذا هنا سي دو اش 4، هاهي ات جات، هاهي ات، ولكن هنايا كاين لا لا هذا فهاد الخر ديالو كيتسمى ان، دونك هادو كياخدو هاد هاد لا تيرمينوزون ديالو كنسميوها ان، دونك كنقولو ليتيلان. هاد ليتيلان دابا تشوفو منين جات هاد ان، هادي ان هاهي السبب ديالها، هي هاد لا دوبليزون هادي، دونك كتسمى ليتيلان، فهمة؟ دونك ملي كتكون عندنا هاد لا هاد لا ستركتور هادي سي ان اش دو ان، دونك هادو كيتسماو لي زالسان. دونك هاهي كل وحدة درت ليها لا فورمول ديالها، لي زالكان هي هادي، لي زالسان هي هادي، هادشي راه واضح. غندوزو لإبريداسيون اس بي، ليبريداسيون اس بي هي ليبريداسيون دون اوربيتال اس و دون اوربيتال بي دو كربون، كوندوي ا دو دو اوربيتال هيبريد اس بي ايكيفالون، لور اكس، لور اكس سون كولينيير، اكس ديالهم كولينيير سافي دير مستقيم، الاكس ديالهم دايره هكا شتوها كتكون مستقيميه. باغ اكزومبل غنسميوها هادي، باغ اكزومبل عندنا لاسيتيلان، لاسيتيلان لاسيتيلان سي دو اش دو، دونك هادي هادي قلنا ان كربون دون ليطا ديبريداسيون اس بي، شناهو فوا اوتور دو لوي دو ليزون سيغما اي دو ليزون بي، كيكون عندو دو ليزون سيغما اي دو ليزون بي. دونك ها سيغما وحده هادي وهادي كنسميو ليزون سيغما، ها جوج ليزون سيغما، وهادي كتسمى بي وهادي كتسمى بي، هادي كنسميوها بي وهادي كنسميوها بي، هادي ليزون سيغما وحده، ها جوج، هادي بهادي كتسمى وحده، وهادي هي جوج سيغما، وهادي كتسمى بي وهادي كتسمى بي.
دونك دو ليزون سيغما اي دو ليزون بي. الوغ هذا كيتسمى هذا هذه لا موليكول ديال لاسيتيلين. دونك هادو ملي كيكون عندنا تريبليزون كيتسماو ليزالسين. عقلوش نقول هنا كنقول ليزالسان سان ماشي سين، هذه ليزالسان يعني افيك او، هذه لا فورمول. هادو كيتسماو ليزالسين ليزالسين. اشنو هما ليزالسين؟ ركزوا معايا، ليزالسين هما سون دي زيدرو كاربور. هاد ليزالسين هادو سون دي زيدرو كاربور possédant une insaturation caractérisée par la présence d'une triple liaison. Yani, les alcines, c'est les hydrocarbures, hydro, ça veut dire hydrogène, hydrocarbure. Je sais, donc, on a mis l'hydrogène ou le carbone. Qu'est-ce واحد لانساتوراسيون. دونك هادي كنسميوها لانساتوراسيون، حنا غنشوفو لانساتوراسيون شنو هي. كتميز بواحد لانساتوراسيون. دونك هادي لي كاركتيريزي باغ لا بريزونس دون تريبليزون. شحال من ليزون عندنا ما بين الكربون والكربون؟ ثلاثة ليزون، واحدة جوج ثلاثة. دونك تميزنا بتخوا ليزون، يعني من كنلقاو تخوا ليزون يعني هاد الكربون هاد الكربون هذا كيكون كنقولو ابغيدي اس بي. يعني الا جينا وقلنا كهدا راه كاينه في تي دي تيدي لي حطات البروفا او البروف في البلاتفورم، راه كاين تيدي يعني تيقول لك مثلا اعطيني لي بريداسيون ديال كل 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 اتوم. بحال هذا غنقولوا اسيدي هذا راه اس بي. علاش؟ لانه فيه 3 ليزون هنايا، هذا ابغي دي اس بي وغادي مزيان. باينه دونك هادشي اللي كاين اس بي. من بعد غادي ندوزو هنا واحد ليكزومبل، ماشي هذا اكزومبل ديال ليزالسين، يعني هذا عنده علاقه ب اس بي. يعني هذه لا فورمول ديال هذه لا فورمول ديال ليزالسين سي ان اش دو ان موان 2 سي ان اش دو ان موان 2. يعني درنا مثلا هنايا ناخذ مثال 3 سي 3 اش 2 فوا 3 سي 6 موان 2 يعني 4. دونك هي سي 3 اش 4 C3H4. Donc, elle dit que c'est les alcines. Donc, il y a un petit résumé. Un petit résumé de l'hybridation. Maintenant, on a le carbone. Carbone, Z est égal à 6. Donc, la valence est égale à 4. Ça veut dire la valence a 4 liaisons. Donc, on a le haqq a 4 liaisons. Il y a SP3, donc on a 4 liaisons sigma. Simple. On a la degré d'IL. ديال لونغل هي 109.128. هنايا اس بي 2 دونك يكون عندنا واحد 3 ليزون، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، وحده جوج ثلاثه كتكون سيغما، وحده كتكون بي. دونك هادي تسمى اس بي 2، يعني كيكون الكربون عنده يدير واحد دوبل ليزون هكا، وهادو كيكونوا سامبل. اس بي شنو هي؟ هو الكربون يكون هادي اس بي فيها جوج الحوايج، عقلوا عليهم. فيها يا اما الكربون، ماشي ديما غير الكربون، ممكن يكون حتى لازوت. ها هو كاين هنا الكربون عنده الحق يدير 3 كيدير 3 لي ليزون، وحده هنايا الرابعه. دونك كما قلنا لا فالونس خصو يكمل ديما 4، دونك 1 2 3 وهذه 4. دونك هنايا عنده الحق يدير دوبل ليزون هنا دوبل ليزون. دونك هذه كتسمى اس بي 2 عندكم تصيدوا كنردوا البال، حيت هنايا كتقولوا هنا قلنا دوبليزون، دونك كاين غير شوف هنا دوبليزون دوبليزون، نقول هذا اس بي 2. لا، هذا كيسمى اس بي، هذا اس بي لانه عنده دو سيغما، ها وحده ها جوج، هاد الفوقانيين هادو هاد الخطوط الفوقانيين تيتسمى هادي سيغما هادي سيغما، وهادي بي وهادي بي. واضحه؟ دونك لازوت لا فالونس ديالو 3، دونك لا فالونس ديالو 3 سافي دي غيدير 3 ليزون. دونك باينين ها وحده ها جوج ها ثلاثه، وكتبقى واحد دوبلي ليبر. دونك هو كتبقى عنده واحد دوبلي ليبر، دونك عنده 3 سيغما بلس ان دوبلي ليبر، ديك اللي كندير واحد الشريطه فوق راسو فوق هكا. دونك ها واحده ها جوج ها ثلاثه، يعني هذه كتسمى ايبريداسيون اس بي 3. باغ اكزومبل هنا اس بي 2 عنده دو ليزون، وحده هي الثالثه، دونك عنده دو سيغما واحد بي. ها سيغما هذه مثلا التحتانيه سيغما، وهذه الفوقانيه بي، وهذه دوبلي ليبر. لازوت تاني في اس بي عنده 3 ليزون، كيدير 3 ليزون دوبلي ليبر، غتبقى لي وحده سيغما زائد ان دوبلي ليبر زائد 2 بي. صافي بوان فين، ساهل هادشي. اوكسجين تا هو
لا فالونس ديالو الي دو سافو دير غيدير دو ليزون راه وحده هي جوج، وعندو لي دوبلي ليبر هادو كيتسموا لي دوبلي نو ليونت، عندو دوبلي ليبر دونك عندو دو سيغما. هنايا الاكسجين عندو الحق يدير اس بي 2، عندو ليبريداسيون اس بي 2 يعني غيكون عندو اكسجين عندو دو ليزون، دونك هيا عندو ديما وحده سيغما وحده بي، هادي سيغما ودي بي. فين ملي كنوليو في اس بي 2 في اس بي كنوليو كنهضروا على سيغما وكتزادنا على ليزون بي، فهمه؟ اذا هنايا الاكسجين عنده اس بي 2، الاكسجين ما يمكنش يدير لنا هيبريداسيون اس بي، الي امبوسيبل باش انا يدير هيبريداسيون اس بي، مفهومه؟ دونك عنده يا اما اس بي 3 يا اما اس بي 2. اس بي 3 هي هذه، اس بي 2 هي هذه، اس بي ما يمكنش يديرها الاكسجين. مزيان، دونك غندوزو لا ستركتور موليكولار اي نومنكلاتور دو كومبوزي اورغانيك، هذه مهمه بزاف. قالك ليكريتور دو موليكول اورغانيك، كيفاش ممكن نكتب واحد لا موليكول اورغانيك الا بغينا نكتبوها؟ دونك قالك لي شيميست ايتوليز ديفيرونت فاسون دو ريبريزونتي او ديكريغ لي موليكول اورغانيك، كنسميوها كاينه لا فورمول بروت ديالها بقى هكا اون كرا، كاينه لا فورمول ديفلوبي بلان مثلا ديروها مثلا بشي لون اخر اون كرا، وكاين لا فورمول سومي ديفلوبي او بيان كتسمى سامبليفي، كتسمى سامبليفي. دونك لي شيميست باش انه يعبروا لي على واحد لا موليكول اورغانيك كيديروا بزاف ديال الكتابات، كاينه لا فورمول بروت، كاينه لا فورمول ديفلوبي بلان، كاينه لا فورمول سومي ديفلوبي بيان سامبليفي. دونك هادو كتابات متنوعه. دونك اشنو هي لا فورمول بروت؟ La formule brute est la sera, donc le sera, c'est la molécule. Maintenant, le glucose. Le glucose, c'est le sera, il y a 6H2O6. Donc, c'est la formule brute, c'est le glucose. Donc, en général, la formule brute d'un composé organique quelconque, qui est le nom, la formule brute, il y a C, qui est comme C, hydrogène, اكسجين لازوت، دونك تنزيدو لازوت، وممكن يكونوا دي موليكول اخرين يعني الكلور البروم هادو كيتسماو كما قلنا لي زالوجين، هادو ممكن نزيدوهم ما عندناش مشكل، ولكن حنا لا فورمول بغيت جينيرال كتكون هي هادي، هادي لا فورمول بغيت جينيرال، دونك سي اش او ان. دونك كنرمزو ليهم وكنديرو واحد باش نعرفوا حنا واحد لا فورمول بغيت، باش غادي نتعرفوا عليها، غادي نتعرفوا عليها بهاد اكس و ايغريك و زد و تي، اكس ايغريك زد تي، هادي باش غادي نتعرفوا حنا على لا موليكول ديالنا، يعني باش انني نحدد واحد لا موليكول و بيان واحد لا فورمول بغيت غير خصني نحددها. هي لا كونيسونس دون فورمول بغيت سي اكس اش ايغريك او زد ان تي باغ اكزومبل نسيسيت لا ديتيرميناسيون اكزاكت دو اكس y z et t، يعني خصني نحدد هاد x ونحدد y ونحدد z ونحدد t باش نلقى لا فورمول بروت ديالي. الوغ اكزامبل دو ديتيرميناسيون، حنا ليكزامبل ديال ديتيرميناسيون ديال هاد x و y و z و t، كاينه الاولى مثلا كالكول دي ماس دي زيليمون، كالكول دي ماس قالك اسيدي اون موليكول دو سي او 2، اون موليكول دو سي او 2 بيز 44 غرام، واحد لا موليكول ديال السي او 2 كتوزن لينا 44 غرام، اي دون سي 44 غرام اون 12 غرام دو كربون، كربون فيه 12 غرام، دونك لا ماس ديال الكربون شنو هي؟ هي 12 مضروبه في لا ماس ديال السي او 2، يعني لا ماس ديال السي او 2 كيعطيوها هادي مثلا في معطيات ديال شي تمرين، وكنقسموها على 44، كنقسموها على 44. اون مول دو H2O بيز 18 غرام، اي دون سي 18 غرام، اون 2 غرام ديدروجين، دونك كنديرو هادي لا غولاسيون، يعني جو ميكسكوز هنا خصني ندير ام، ماشي هادي ماشي لا ماس مولير باش ما نتصيدوش، دونك لا ماس خصها تكون غير ام، ام صغيرة ميكسكوز، دونك هنايا خصها تكون ام صغيرة. دونك هنايا ام ديال الهيدروجين، لا ماس ديال الهيدروجين هي جوج مضروبه في
في لا ماس ديدروجين ديال اش دوزو مقسومه على 18. هذه كتعطى في سميتو في معطيات ديال شي تمرين. هنا اون مول دو ان 2 اوكوب ان فوليم دو 22 فيرغول ميكسكوز انا نسيت شي حاجه فيرغول 4 فيرغول 4 لتر 1,4 لتر ميكسكوز نتأكد منها فيرغول اه وي فيرغول 22,4 لتر ميكسكوز نسيتها. دونك هنا ان 2 هنا ان 2 شفنا على شكل غاز، هنايا ان 2 عندنا على شكل غاز. دونك كنخدموا على الفوليوم ماشي كنخدموا على الماس. هنايا خدمنا على الماس، يعني هنايا كنكون عندنا هنايا اتوم ديال الكربون سميتو، ولكن هذا على شكل غاز. دونك غاز ما يمكنش نهضروا على سميتو، دونك نهضروا على شكل فوليوم، ان فوليوم دو غاز. دونك هذا اون مول دو ان 2 اوكوب ان فوليوم دو 22.4 لتر اي بيز 28 غرام. دونك لا ماس ديالو هي 28 مضروبه في الفوليوم ديال ان 2 كنقسموها على 22.4. بيان دونك كونيسون لي ماس دو كربون ديدروجين دازوت اون ديدوي سيل دو لوكسيجين باغ اكزامبل ديفيرون. دونك هنا لا رديتو البال هضرتي على الكربون والهيدروجين والازوت، ولكن الاكسجين ما درناش لا ماس ديالو. دونك تو سامبلومون الا عرفت انايا لا ماس ديال الكربون وديال الهيدروجين وديال ديال الازوت لقيناهم سهله. دونك باش غادي نعرفوه غادي ندير واحد لا غولاسيون. شنو هي لا ماس ديال الاكسجين اش كتساوي لا ماس دي شونتيون. دونك هما كيعطيوك ان شونتيون، شونتيون باغ اكزومبل كيمثل واحد الشونتيون مثلا كيبيز 512 غرام باغ اكزومبل. شونتيون عندي واحد الشونتيون واحد لامولي شونتيون عطاوك ان شونتيون اي بيز مثلا 512 غرام. دونك هاد ام او كتعني لا ماس دي شونتيون، يعني الشونتيون اللي عطاوني في التمرين باغ اكزومبل. غادي نقص منه اش لا ماس ديال الكربون اللي حسبت هنا، لا ماس زائد لا ماس ديال الهيدروجين زائد لا ماس ديال لازوت. دونك كنجمع هادو كيعطيني واحد العدد، كنشد لا ماس ديال الشونتيون كنقص منها داكشي اللي خرج هنا غتخرج لا ماس ديال الاكسجين تو سامبلومون. كاينه طريقه اخرى تاني ديال البورسونتاج، يعني ا بارتير دو سي ماس اون كالكول ازمو لو بورسونتاج. يعني من هاد لي ماس هادو ممكن نحسبوا البورسونتاج. البورسونتاج ديال الكربون شنو هو؟ هي ام سي ام سي ديفيزي باغ لا ماس دي شونتيو فوا 100. فاهمين؟ يعني لا ماس ديال الكربون كان ديفيزي باغ ام 2 نضربوها في 100. البورسونتاج ديال الهيدروجين هي لا ماس ديال الهيدروجين اللي حسبنا هنايا كتقسمها على لا ماس ديال لي شونتيون كامل كتضرب في 100. لازوت هو كذلك كتشد لا ماس ديال لازوت اللي حسبتي هنايا تقسمها على لا ماس ديال الشونتيون وتضرب في 100. كلهم نفس القضيه، الاكسجين تا هو نفس القضيه. الوغ كالكول اكس واي زد اي تي كونيسون لا ماس مولير، يعني الا عطاوني لا ماس مولير ديال واحد الكومبوزي. الا عطاوني سيدي مثلا الجليكوز، عطاني واحد الجليكوز سيدي لا ماس ديالو هي 180 غرام بار مول باغ اكزومبل، وقالوا لي حدد لي اكس واي وزد دو تي ونحددوهم مثلا. دونك نجيو نشوفو لا ماس مولير. لا ماس مولير اشنايا كما كنعرفو الكربون شحال بيز؟ كيبيز 12 غرام يا قلنا هاي دابا هي 12. دونك لا ماس مولير ديال الكربون هي 12 فوا اكس زائد ايكغيك. لا ماس مولير ديال الهيدروجين هي 1 زائد 16 فوا زد. لا ماس مولير ديال الاكسجين هي 16 زائد 14 في تي. لا ماس مولير ديال لازوت هي 14. دونك هادي باش كنحددو لا ماس مولير باغ اكزومبل. الا درنا واحد المثال مثلا عندي يا سيدي انايا سي، عندي مثلا سي 2 اش 3 باغ اكزومبل او مثلا او 5 باغ اكزومبل. هاي مثال. دونك هادي الا بغينا نحسبو اكسكوز الا بغينا نحسبو لا ماس مولير ديالها، دونك لا ماس مولير ديالها ات ايكال اش هي 12 فوا 2 بلس هادي راه عرفناها 3 في 1 زائد 5 مضروبة في 16
صافي ونحسب 12 في جوج 24 زائد 3 هي 27 زائد 15 5 في 16 5 في 6 30 5 في 1 5 و 3 8 دونك 80 زائد 27 هي 87 زائد 27 هي 107 دونك هذه ايتيكال ايتيكالا 107 40 باغ مور باغ اكزومبل تو سامبلومون ساهله. La masse d'échantillon il y a MC, il y a la masse du carbone, زائد la masse de l'hydrogène, زائد la masse de l'azote. Ou il y a le pourcentage, comme je le pourcentage du carbone, زائد le pourcentage de l'hydrogène, زائد le pourcentage de l'oxygène, زائد le pourcentage de l'azote. يعني le pourcentage, يعني بلي نحسب في الاخر الا جمعت le pourcentage خص يعطيني 100%. La masse d'échantillon مثلا هي MC زائد MH زائد MN. فهمتوني؟ دونك باين هاد الشيء هذا. قال لك نو زافون اون بروبورسيوناليتي دو سي 3 ايغاليتي سو كي هاد لي هاد لي 3 هاد لي ايغاليتي اللي هضرنا عليهم هادي وهادي وهادي عندهم واحد البروبورسيونال واحد البرو برو بروبورسيوناليتي جو ميكسكوز. دونك كيفاش كنشدو مثلا ام لا ماس مولار نقسمو على ام 2 على ام او على لا ماس دي شونتيون ام على ام او هي 12x على MC هي 12x على MC دونك مثلا نعطيكم مثال باغ اكزومبل سيزي انا عندي لا ماس مولير وعندي لا ماس ديال الشونتيون وعندي لا ماس ديال الكربون بغيت نحدد اكس دونك هذه هي الطريقه دونك غتكون عندك ام على ام هذه معلومه وهذه عرفتيها وهذه عندك 12 وهذه عندك دونك هنا غتلقى اكس غتلقى اكس تو سامبلومون دونك هذا على هذا من العدد غتضرب هذا في هذا يعطيك واحد العدد المهم هذه عملية حسابية يعني بسيطة يعني انت عندك ام وعندك هذا وعندك هذا وعندك هذا دونك راه سامبل ما تلقى اكس هادي ايتيغال ا ايغريك سيغ ام اش سافو دير غدير ام لا ماس مولير مقسومة على لا ماس دي شونتيون ايتيغال ايغريك على ام اش دونك غادي عندك هذا وعندك هذا وعندك هذا بغيتي ايغريك راه سهلة نفس الطريقة 16 زد على ام او دونك لا ماس مولير على لا ماس دي شونتيون ايت ايغال 16 زد على ام او دونك غادي تلقى بها زد نفس الطريقه غتلقى بها تي دونك ها هي حددناها هنايا هي ام سي سور ام او فوا ام سور 12 بالنسبه للكربون ام سي سور ام او مضروبه في لا ماس مولير مقسوم على 12 ايكغيك هي ام فوا هي لا ماس ديال الهيدروجين مقسوم على لا ماس دي شونتيون مضروبه في لا ماس مولير دونك هادو قواعد خصكم طبطوهم مهمين بزاف دونك غادي ندوزو هادي ديال البورسونتاج حتى هي بنحدد الا عطاوني سيتي البورسونتاج هاد الطريقه ديال كيفاش نحسبها دونك هادشي بسيط وباين غادي ندوزو سيدي لي فورمول لي فورمول بروت ممكن نكتبوهم ا بارتير دون فورمول بروت il existe différentes écritures بزاف ديال الزيكريتور كاينه فورمول فورمول ديفلوبي بلان فورمول سومي ديفلوبي اي فورمول سامبليفيي دونك لا فورمول ديفلوبي بلان هي هادي La formule développée plane, il y a dit. Achetez la formule développée plane. Tu arrives d'y aller. Cette structure permet de développer toutes les liaisons et d'écrire toutes les atomes, tous les atomes dans le même plan, dans le même plan, en respectant la valence de chaque atome. Là, je galique. Là, c'est dit galique. Quand tu bouges, j'ai mis les liaisons. Had liaisons, had liaisons qui te bouge. La formule développée plane. هاد لي زون كي تكتبو كاملين هادو كيبانو اي ديكريغ تو لي زاتوم كاع لي زاتوم كي تكتبو كيف ما بيكونوا سوا كربون سوا هيدروجين سوا اوكسجين سوا ازوت كيف ما بيكون الاتوم كي تكتب كنكتبوهم كيبانو كاملين وكان ريسبكتيو هادي لي مهمه بزاف كان ريسبكتيو لا فالونس كيفاش الكربون قلنا لا فالونس ديال الكربون هي 4 دونك غيدير هاد لا ليزون 1 2 3 4 هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة الأكسجين هاد الأكس ها هو نيت هنا الأكسجين قلنا لا فالونس ديالو شحال إيت إيكالا دو دونك لا فالونس إيت إيكالا دو دونك شحال من ليزون غيدير خصو يدير جوج ها هما ها الكربون ها الأكسجين عندو هاد لا ليزون عندو هاد لا ليزون دو ليزون بوان فينال الهيدروجين توا كاع ما سولنا عليه الهيدروجين شحال لا فالونس ديالو عندو أنيس أن دونك عندو
الحق يدير ليزون وحده. دونك فين ما شفت الهيدروجين غتلقاه داير ليزون وحده، ما عمره يدير جوج، ما عمر الهيدروجين يدير جوج في هذه الحاله هذه، ما عمره يدير جوج. دابا مزيان la formule semi-développée. Je n'ai la formule semi-développée. On supprime les liaisons C. Had la liaison hadi bhal CH madana la liaison qui supprime. Quand supprimer les liaisons, yani semi-développé كتسمى نصف منشوره هي هادي بحال دابا هذا الكربون، هذا هذا الكربون شحال من ليزون دايره به؟ واحد جوج ثلاثه، غنحيدو هادي ونحيدو هادي ونحيدو هادي، هادي ليزون هادو غيتحيدو الثلاثه، وكنقولوا CH3 ها هي فاهمين سي اش 3 كتبقى غير هاد لا ليزون هادي ها هي درنا هنا. كندوز لهذا شحال عنده سي اش 2 اش 2 ها هي سي اش 2 سي اش 2 هنا باغ اكزومبل نقولوا او اش اللي بقات ليا او اش ها هي فاهمين، يعني بسيطه يعني كنحيدو غير هاد هاد لي ليزون هادو اللي دايرين هادو صافي، هادشي اللي كيتحيد ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. قالك اون بو انكور سامبليفي اون سوبريمون توت لي زون اون اوبتيان فورمول سومي ديفلوبي كوندونسي. ها غتسمع ليا سيدي واحد لا فورمول سومي ديفلوبي كوندونسي. شنو هي سومي ديفلوبي كوندونسي؟ هي كنشد زيدي هاد هادي بالضبط اش كنديروا ليها؟ كنحيدوا هاد لي زون هادو، هاد لي ليزون هادو اللي كاينين هنا كيتحيدو. ها هما كتولي سي اش 3 سي اش 2 سي اش 3 سي اش 3 سي ان اش 2، ما باقيش كتبان ليا شي ليزون نهائيا. دونك هادو اسيدي كيتسماو، هادو كيتسماو هاد الكتابة كتسمى فورمول سومي ديفلوبي كوندونسي مكثفة كوندونسي. اي لا فورمول سامبليفي هي الكتابة خلينا توبولوجيا نخلينا في السيزيام. قالك دون لي فورمول سامبليفي سول لي زيتورو اتوم، في هاد الفورمول سامبليفي ركزوا مزيان، سول لي اتوم لي زيتورو اتوم اي لي فونكسيون سون ريبريزونتي. لي زيتورو اتوم بحال مثلا عندي البروم باغ اكزومبل، اولا عندي الكلور، اولا عندي الفليور، اولا عندي لازوت. حيت لي اتوم لي معروفين كربون هيدروجين، شفتوهم الا رديتو البال هنا كربون هيدروجين. يعني هاد مثلا هاد لا فورمول هادي باغ اكزومبل، هاد لا فورمول اشناهو هذا؟ هنا كنبداو ها الكربون الاول، ها الكربون الثاني، ها الثالث، هذا اللي هنا راه كربون الرابع، وهذا اللي هنا هذا تا هو راه كربون. يعني كاين عندنا واحد الكربون هنايا عندنا واش لا انا ما غاديش يكون كربون، عفوا ما غاديش يكون كربون هنايا، غتكون لا ليزون مع او جو ميكسكوز، انا هاد لا ليزون ما غاديش يكون كربون هنا، دونك غتكون هنا او ودير واحد لا ليزون مع اش، ماشي كربون تمايا جو ميكسكوز، دونك او مع اش. دونك غيكون عندي هنايا كربون واحد جوج ثلاثة أربعة، و حتى هذا راه كربون، هذا كربون وهذا كربون. دونك هذا كيبان لنا كربون واحد، دونك كربون واحد دير واحد لا ليزون ها هي. دونك هذا غيكون لي مع ثلاثه لي زيدروجين. دونك غادي من بعد غادي نديرو، حيت هادشي خاصو يتكتب في ورقه باش يبان مزيان. المهم معليناش، الاهم هو ان لي فورمول سامبليفي هو انه لي زيتوغاتوم خاصنا نغوبريزونطيهم، يعني نكتبوهم يبانو بحال هاد لا موليكول هادي. الكربون الهيدروجين ما كيبانش، ولكن ملي كيكون عندي واحد الاكسجين باغ اكزومبل، ولا واحد الفونكسيون هادي كتسمى فونكسيون، هادي فونكسيون الكول، هنا عندي واحد الاكسجين كنكتبو كيبان باغ. بحال مثلا هادي، مثلا هاد لا موليكول هادي سي اش 3 سي اش 2 سي اش سي اش 2 سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش سي اش 3 سي اش 3. دونك هاد لا موليكول هادي ما فيهاش شي ايتيرو اتوم، ما فيهاش شي اكسجين ولا ازوت ولا كلور ولا شي حاجه بحال هكا. دونك رديتو البال كيفاش تكتبات؟ كتبات هكا كامله طن طن طن. هاد الكربون الاول ها هو، الثاني ها هو، الثالث ها هو، الرابع ها هو، هذا اللي طالع هنا ها هو، هذا ها هو، هذا ها هو، وهذا اللي طالع هنا ها هو، وهذا اللي كاين هنا ها هو فين كاين، وهذا كنديروا ليه هكا صافي سامبلومون بسيط. هادشي ما كاينش حاجه اللي صعيبه. دونك هنايا غنشوفوا لي غروبمون فونكسيونيل اون شيمي
organique, les groupements fonctionnels, أو لا غادي نحبس حد هنايا، غادي نحبس حد هنايا باش من بعد نعاود نعطي وقت مزيان لهاد لي فونكسيون لأنهم مهمين بزاف 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 بزاف. غادي نحبس لا فيديو هنا إن شاء الله، في الفيديو الآخر غادي نبدا من لي غروبمون فونكسيونيل أو شيمي أورغانيك باش نعطيهم واحد شوية ديال الوقت ونركزو فيهم مزيان ونعطي أمثلة ليهم باش تعرفوا لي فونكسيون كيفاش، فونكسيون الكول امين كيفاش كنحددوها، كيفاش كنلقاو هادشي هذا. دونك غادي نديرو فيديو اخر ان شاء الله تعالى باش ندوز الايزومير، لي زيزومير ايزوميري، شنو هما لي زوميري وكيفاش هادي، كيفاش هاد الامور هادي كامله غادي نشوفوها. غادي نشوفو لانديز دانساتوراسيون كيفاش كيتحسب، غادي نشوفو لانديز دانساتوراسيون كيفاش نحسبو هاد لانديز دانساتوراسيون. الي تري 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 امبورطون بزاف، هذا مهم بزاف. لانديز دانساتوراسيون ساهل في الحساب، عنده واحد العلاقه بسيطه، ها هي ما فيهاش حاجه معقده. غادي نديرو الطريقة ونديرو أمثلة كيفاش كيتحسب وشنا هي لانديز دان ساتوراسيون، ولا لقينا شي أعداد كيفاش غادي كدا. و هادشي اللي كاين. المهم شكرا على المتابعة، اللي عنده كيما العادة شي ملاحظة أو لا تساؤل بالنسبة لا فيديو اي بارطاجي معايا لا كومونتير، وشكرا للجميع على المتابعة.